وبتزامن مع اعتراف 3 دول أوروبية دفعة واحدة بدولة فلسطين، يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه لدخول الشاحنات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. ولكن احتلال المعبر الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال والعمليات العسكرية هناك يمنع الدخول، ويؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمات الصحية والغذائية وتوقف المستشفيات في قطاع غزة. إلا أن المساعي المصرية لوقف الحرب على الأشقاء الفلسطينيين لا تتوقف. المزيد مع كريم بيبرس من أمام بوابة معبر رفح المصرية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. 16 يوما وهذه البوابة لم تغلق أبوابها على الإطلاق دخول المساعدات الإغاثية، إلا أن الناحية الأخرى من الناحية الفلسطينية قد قامت قوات الاحتلال باحتلالها ومنعت دخول المساعدات الإغاثية المختلفة. 16 يوما لم يدخل الوقود، لم يدخل الغذاء، لم يدخل المواد المستلزمات الطبية، وهذا ما يؤدي تحديدا في رفح الفلسطينية إلى أن المستشفيات أو الأماكن الصحية هناك على وشك أن تغلق أبوابها تماما ولن تستقبل أو لن تستطيع التعامل مع المصابين. مصر حملت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الإغلاق ومنع دخول المساعدات إلى الناحية الأخرى، وأيضا حملتها مسؤولية الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية التي تحدث هناك. مصر صرحت أنها من اليوم الأول لم تغلق أبوابها، وهذه البوابة لم تغلق منذ بدء العدوان، وهي لها النصيب الأكبر، حيث أن هذه البوابة هي البوابة الرئيسية في دخول المساعدات، و80% من هذه المساعدات تدخل بالفعل من مصر إلى الأشقاء في قطاع غزة. اليوم بالطبع هو يوم مختلف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية دوليا وعالميا، حيث اعترفت 3 دول اليوم بالدولة الفلسطينية، وهو ما يساعد على حل الدولتين، وهو ما نادت به مصر كثيرا من أجل الوصول لحل سلام دائم ومستدام، خصوصا لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أيضا سيارات الإسعاف ما زالت متواجدة أمام بوابة معبر رفح المصرية في انتظار أيضا الدخول لاستخراج المصابين من الأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. يأتي هذا بالتزامن أيضا مع منع قوات الاحتلال خروج المصابين من الأشقاء في قطاع غزة، وأيضا استمرار للقصف الإسرائيلي الغاشم على رفح الفلسطينية وعلى عدد كبير من الأحياء، واستمرار للهجوم البري، وأيضا يعني اشتباكات كبيرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال نسمعه من هنا من أمام بوابة معبر رفح المصرية، ونستمع لهذه الاشتباكات طوال الليل. هذه النقطة الثانية، لكن من أهم أيضا النقاط للتعامل معها مصر وهي ملف المفاوضات المستمرة بين جميع الأطراف للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. وصل عدد النازحين الذين تحركوا من رفح الفلسطينية فقط منذ أن أعلنت قوات الاحتلال أنها ستبدأ عملية في رفح، حتى إذا كانت يعني عملية محدودة أو موسعة، وصل إلى ما يقرب من 900,000 مواطن فلسطيني تحركوا من رفح الفلسطينية إلى أماكن أطلقت عليها قوات الاحتلال أنها آمنة، ولكن أيضا يتم قصف هذه الأماكن. وبينما حتى نحن نتحدث الآن وعلى مدار اليوم يستمر هذا القصف المستمر على الأشقاء الفلسطينيين. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليك مرة أخرى.